عليكم، مرحبا بكم في القناه تاع ام خوله، وكنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. كنشكر جميع المتتبعين ديالي. غادي نختار عليكم الحريره، وكنحتاجوا في المقادير مطيشه محكوكه، كاين الحمص، كاين العدس، كاين الزيت، وفي العطريه كاين كبابه، كاين القرفه، الزعفران ملون، الخرقوم، القزبر مطحون، سكينجبير، التحميره، الابزار والملحه، وعندنا اللحم مقطع، والقزبر معدنوس، والكرافس، وواحد الطرف نتاع الليمو وبصله محكوكه. وغادي ندوزو للطريقه باذن الله. Thank you.